جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من المدينة المنورة بعث يسأل ويقول: أخوكم سليمان حسن سوداني مقيم في المدينة، ثم يسأل: هل الإمام في صلاة الصبح يوميا يجب عليه أن يدعو بدعاء القنوت؟ وإذا كان يفعل ذلك فماذا علينا نحن؟ جزاكم الله خيرا. القنوت في صلاة الفجر غير مشروع عند كثير من أهل العلم إلا في النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة كمحاصرة العدو لهم أو ما أشبه ذلك من الحوادث التي يخشى على المسلمين من شرها أو تسلط عدو على المسلمين، فإنه يستحب القنوت في صلاة الفجر بعد الركوع من الركعة الأخيرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في النوازل، فإنه قنت يدعو على قوم من الكفار يؤذون المسلمين، وقنت يدعو لقوم من المسلمين بأن يفرج الله عنهم ما وقعوا فيه من الشدة. وأما القنوت في غير حالة النوازل فإنه غير مشروع عند أكثر أهل العلم، بل من العلماء من يقول إنه بدعة، وإنما ذهب إلى مشروعيته الإمام الشافعي رحمه الله، وفيه حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا قنت الإمام أخذا بمذهب من يقول بالقنوت في صلاة الفجر مطلقا فأنتم تتابعونه في القيام، وتكررون قول ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض من ما شئت من شيء بعد حتى يسجد، وتسجدون معه. نعم.